الدبان الصغيران الجشعان، حكاية من التراث الهنغاري. كان يا مكان في قديم الزمان، في مكان بعيد كانت جبال زجاجية، وكانت هذه الجبال تصطبغ بالألوان الجميلة مثل قوس قزح. خلف هذه الجبال كانت هناك غابة زجاجية أيضا، وخلف تلك الغابة تقع مدينة الأحلام، حيث عاشت الحيوانات بسعادة وهناء. كانت البحيرات مليئة بالسمك، لذلك لم تعاني الحيوانات التي كانت تعيش في مدينة الأحلام من أي عوز أو نقص في الطعام، فعاشت جميعها بسعادة وهناء. في هذه المدينة كان هناك دبان صغيران يعيشان مع أمهما. لا يوجد هنا شيء مثير أبدا. فعلا، يا للضجر، كل يوم يشبه الآخر. ولكن ماذا يوجد خلف الغابة الزجاجية يا ترى؟ بما أن الدبين الصغيرين قد أمضيا معظم حياتهما في مدينة الأحلام، فإنهما لم يستطيعا أن يعرفا مقدار سعادتهم. أعتقد بأن هناك سعادة أكبر من سعادتنا تنتظرنا هناك خلف الجبال الزجاجية. نعم، أتمنى أن نذهب إلى هناك ونستمتع بحياة أكثر سعادة. الرغبة في معرفة العالم الخارجي للحصول على مزيد من السعادة دفع الدبين إلى اتخاذ قرار بالذهاب إلى هناك. أرجوك يا أمي، دعينا نذهب، أرجوك. استمعا إلي جيدا، إن مدينة الأحلام أفضل وأحسن مكان في العالم، أرجو أن تفهما ذلك جيدا. ولكن يا أمي، كيف نعرف بأن هذا المكان هو الأفضل ما لم نرى بقية بلدان العالم؟ أرجوك يا أمي، أرجوك يا أمي. كان قرار الدبين نهائيا، لذلك لم تستطع الأم أن تثنيهما عن السفر. نعم فهمت، اذهبا. ولكن تذكرا جيدا أن تكونا خلوقين وأن لا تتخاصما بينكما. الحيوانات التي تعيش في مدينة الأحلام وتخرج منها يجب أن لا تتخاصم فيما بينها، وإلا لن تعود إلى هنا ثانية. لا تخافي يا أمي، لن نتخاصم أبدا. ما رأيك؟ بالطبع، لا تنسيا ذلك أبدا، مفهوم؟ وهكذا غادر الدبان الصغيران مدينة الأحلام. مع السلامة. كونا حذرين. أرجوك يا رب أن تعيدهما إلي سالمين. وابتعد الدبان عن المدينة وتعمق في الغابة الزجاجية أكثر فأكثر. واستمر الدبان في سيرهما ليل نهار ولعدة أيام، حتى تجاوزا مرتفعات الجبال الزجاجية. وعندما وصلا إلى العالم الخارجي نفد جميع الطعام الذي معهما. وكان العالم الخارجي موحشا، ولكن الدبين الصغيرين سارا إلى أن وصلا إلى نهر، ففرحا بوجود هذا النهر وبدأ في صيد السمك. ماذا تفعلان هنا؟ نحن نصطاد السمك من البحيرة كما ترى. نعم. تصطادان السمك؟ ليس هناك سمك غبي يدعك تصيده بهذه السهولة في هذا النهر. إذا أردت أن تصيد سمكا إليك ما يجب أن تفعله. تحتاج إلى سنتين حتى تتعلم هذه الطريقة، أما بهذه العصا فلن تذوق السمك أبدا.
وحاول الدبان الصغيران تقليد الدب الكبير في الصيد ولكن دون جدوى. هوبا اي 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 هوبا. وهكذا لم يتمكن حتى من صيد سمكة واحدة، ولم يتمكن أيضا من الحصول على العسل كما كان ذلك في مدينة الأحلام. أنا جائع، لا أستطيع السير، أنا مناك وجائع جدا. وأنا أيضا جائع، أخ يا إلهي. كادا يبكيان من شدة الجوع، وفجأة ما هذا؟ جبن، قطعة جبن. هيا هيا. فعلا إنها قطعة كبيرة من الجبن. انتظر يا أخي، أنا سأقطع الجبن حتى لا تصبح واحدة كبيرة والأخرى صغيرة. ماذا؟ تريد أن تأكل الجبن؟ كلا، أنا أعرفك أنت جشع. نعم. وهكذا كان كل منهما يشك في نوايا الآخر، فاعتقد بأن الدب الذي سيقطع الجبن سيحصل على نصيب أكبر. كلا كلا، ليس هنا. كلا كلا، إلى اليمين إلى اليمين أكثر، إلى اليمين. كلا كلا، إلى اليسار. قلت لك إلى اليسار لأنك أخي الأكبر تأخذ أكثر. كلا أنا الأكبر. دعني أقطعها أنا. قلت لك أدعني أنا. كلا كلا أيها الصغار، ماذا بكما؟ مر ثعلبان بالصدفة فاقترب منهما الدب الصغير وشرح سبب الخلاف. نعم هذا هو السبب. إنه مخطئ. غير معقول، إذا دعوني أقطعها لكما. نعم حقا يا عزيزي، أرجوك اقطعها بشكل متساو. لا تخاف أبدا، دع الأمر لي. إنهما مختلفان. أنا آسف. وهذه صغيرة أيضا. إنها غير متساوية. لا لا نريد، لا لن أكون عادلا بينكما ما لم أقطع الجبن إلى قطعتين متساويتين. عزيزي لا تجيد القطع بالسكين، دعني أحاول. دعني أرجوك اقطعيها بالتساوي هذه المرة. اترك الأمر لي. ولكن هذه صغيرة أيضا. ربما لأن السكين غير حادة بما فيه الكفاية. هذا ليس عدلا. هذا غريب، ولكنه بالفعل جبن لذيذ. نعم لذيذ، أليس كذلك يا عزيزي؟ دعوا الأمر لي، سوف نقطعه بالتساوي. نعم بالتساوي. كان الثعلب يقطع الجبن إلى قطع صغيرة فيأكل قطعة ويعطي إلى زوجته قطعة أخرى. القطعتان متساويتان، إنه بالفعل جبن لذيذ جدا، تفضلا. مع السلامة. وانصرف الثعلبان، وعندما أكل الدبان الصغيران قطعة الجبن المتبقية أدرك الدب الصغير بأنهما قد خدعا. كان ذلك بسببك، أنت جشع جدا، جشع. أنت السبب، أنا أعرف ذلك، أنت تعقد علي. نعم. ماذا تقول؟ سأعلمك. أنا سأعلمك درسا. أيها الجشع، أيها الأناني. نسي الدبان الصغيران تحذير أمهما لهما بعدم الشجار، وكيف أنهما في حالة الشجار لن يستطيعا العودة إلى مدينة الأحلام ثانية. لقد فات الأوان ولن يستطيع العودة ثانية، وهكذا أدرك الدبان جسامة الخطأ الذي ارتكباه بعدم سماعهما لنصيحة الأم. وبعد كل ذلك قرر الدبان أن ينسى خلافاتهما
وأن يعيشا كصديقين حميمين. أما مدينة الأحلام فلم يفكرا بها بعد ذلك، وعاشا معتمدين على نفسيهما.